نروح سريعا لزميلنا العزيز شريف شعبان رئيس القناه الاهلي المتواجد في استاد مختار التتش بالجزيره عشان نطمن منه على كل اخبار الفريق. يا شريف مساء الخير عليك. احنا لسه زميلنا امير الاتحاد الكبير وتحيات الدفاع الكبير طبعا ناخد رئيس الشيخ محمد السيد ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان وكل سنه طيب. وانت طيب يا طيب شريف. طمنا اخر اخبار عندك ايه فيما يتعلق بفريق الاول لكره القدم من النادي الاهلي؟ خلينا نقول لك ان التمرين بدا في السادسه مساء وكان يمكن اجتماع كده مصغر مع اللاعبين لمده حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه بيتكلم فيه مستر كارتي مع اللاعبين بيتكلم فيه مدير الكره الكابتن شادي عبد الحفيظ وحثهم على الفوز في المباراه المقبله مباراه لا تقبل القسط على اثنين وطلبهم بالفوز او تقديم عرض مشرف وحذر طبعا من فريق بيراميدز وان يتفرجوا عليه ولازم يكسبوا ولازم يبقوا يظهروا شخصيه البطل من اول دقيقه في هذا الدفاع. كان موجود في تمرين النهارده رئيس مجلس الاداره طبعا محمود الاهلاويه الكابتن محمود الخطيب وكان حريص ان يتابع جزء من التمرين وكان حريص تطمئن على سعد سمير ومحمد محمود الجمهور معاهم حوالي 10 دقائق اطمئن على صحتهم يمكن سعد طبعا وانت عارف ودمه خفيف وكان حريص يكون في يعني وسط لدار خفيفه كده مع رئيس النادي تبين قد ايه التواضع وبين الناس كتير كابتن محمود الخطيب مع لاعبي النادي الاهلي وحرصه على اطمئنان على كلام لاعبي النادي الاهلي. يمكن خليني اقول لك النهارده مثل ما بدا يجرب فكره البدلاء مع البدلاء تمرين تكتيك علشان خاطر ممكن يطلع منهم البدلاء. ممكن نلاقي في مباراه بيراميدز طبعا يوم السبت المقبل ممكن بعض البدلاء من الصفحات الجديده وارد من الوارد. هو ده السؤال طبعا السؤال اللي شاغل الناس كلها في الحقيقه يا شريف في موضوع الصفقات الجديده. هل ممكن يشاركوا او هل انت استنتجت شويه كده نسبيا من خلال التدريبات ان ممكن نلاقي حد فيهم اساسي او في قائمه ال 18 الخاصه بالمباراه مثلا؟ هو في ال 18 اكيد هتلاقي الصفحات البدلاء اكيد ممكن في المعسكر الموجود في ال 18. الراجل اللي خد البدلاء في الماتش اللي فات مع الصفقات الجديده بدا يعمل تمرين تكتيك على الفكر بتاعه هو عشان خاطر يبقى في تقارب في المستوى بين الاساسيين وبين الاحتياطيين وبين البدلاء اللي كانوا موجودين على الدكه. انا شايف بعض الصفقات الجديده يريد بس اسمها علشان خاطر ما اكونش بدي معلومات المنافس لا مبشرين تعليم فكر الراجل بيضغطوا زي ما الراجل معاوز بيشوطوا زي ما الراجل معاوز تمام بتاع الراجل بيعملوه زي ما معودين. فانا بقول لك من الرؤيه كده في التمرين ممكن نلاقي صفقات من اللعيبه الجدد الجدد في 18 ممكن تلاقي فكره البدلاء ممكن تلاقي لاعب ممكن تلاقي لاعب صفقه الانظار المباراه اللي فاتت موجود بادئ المباراه المقبله الوارد يعني اللي انا شايفه في التمرين الراجل مهتم بكل صغيره وكل كبيره الراجل بيعمل تكتيك على البدلاء ومدخل معاهم الصفقات الكبيره عشان خاطر يحطهم مستوى وشايف فعلا تقارب كبير جدا الى حد ما وبدا الراجل يفكر فيه وبدا الراجل يعتمد عليهم. على كلمه الاخر طارق سليمان يمكن اللي شايفه تمرين الشناوي بيعلن جاهزيته لمباراه بيراميدز يوم الاحتفال المقبل تمرين ولا اروع ولا اقوى عن لطفي في نفس القوه في هذه التمرين مصطفى شريف واحمد طارق على جانب الاخر ايضا بيعملوا تمرينه قويه تاهيل التمرين محمد محمود وسعد سمير على جانب اخر من الملعب وليد سليمان متالق في التمرين احمد الشيخ لافت النظر جامد جدا في التمرين يمكن نطمن لك وطمن جمهور النادي الاهلي باذن الله الفوز بين حالتنا يوم السبت باذن الله الاهلي يقدم المباراه والاروع والاقوى ويفوز على بيراميدز يوم السبت المقبل باذن الله. سريعا يا شريف موقف محمد الشناوي وموقف وليد سليمان. موقف وليد سليمان مين كلام؟ ومحمد الشناوي. محمد الشناوي حارس مرمى الفريق. الشناوي بيعلن جاهزيته تماما لهذه المباراه النهارده تمرينه قويه جدا التكتيك النهارده بيقف يمكن بيصد صور خطيره جدا بيعلن جاهزيته لهذه المباراه. وليد سليمان متالق وموجود في التمرين مشارك من اول التمرين الى الان وليد سليمان ايضا بيعلن جاهزيته لهذه المباراه. بشكرك يا شريف شكرا جزيلا. طبعا زميلنا العزيز شريف شعبان رئيس القناة الاهلي واللي قال لنا كل الاخبار اللي بتتعلق بالفريق قبل ايام قليله جدا من مباراه بيراميدز في الكاس.